ساره. ايوه ازيك؟ انا اسف على التاخير. لا ولا يهمك خالص. بصي انا هبدا من الاول خالص، انا اسمي عادل عبد الله، انا عندي شركه الهدى للاستثمار العقاري. ايه ده فعلا؟ انا بابايا واخد شاليه عندكم في الساحل. طب يا ترى مبسوط معانا ولا لا؟ لا مبسوط، المكان حلو قوي. طب الحمد لله، لو عنده مشكله في اي وقت يا ريت تكلميني على طول. اكيد ان شاء الله خير. ايه المشكله يا استاذ عادل؟ هو مش خير قوي الصراحه. والصراحة انت لما كلمتني في التليفون انا ما فهمتش حاجة، كل اللي فهمته بس ان انت ما عندكش اي مشاكل مع اولادك، فهي ايه القصة بالظبط؟ بص يا سارة، انا شغلي علمني افكر بطريقة غير معتادة. لما قريت السي في بتاعك على الانترنت اتأكدت ان لو في طفل عنده مشكلة اكيد هتقدري تحليها، وفي نفس الوقت لو في واحد كبير برضو عنده مشكلة عشان هو مخه زي الاطفال هتعرفي تحليها. صح. هدى مراتي. مالها؟ لا ده موضوع يطول شرحه ومش هينفع نقوله هنا. انا عندي مكان صغير كده بقابل فيه ناس لما بتكون مقابلات غير رسميه، يا ريت نروح نتكلم هناك شويه. ارجوكي تقدري صراحتي وفي نفس الوقت تقدري ظروفي اللي انت لسه ما عرفتيهاش. انا عندي فكره تانية. انا في حاجات كده في العقد مش فاهماها. انا قريته يا زيزه، قريته. في حاجه مش فاهماها وانا فاهمهولك، مفيش مشكله. لا كلام زيزو بقى على دماغي من فوق. مالك انت ومال يا اخويا؟ طب خلاص اتفضلي امضي. ما بمضيش. دي حمزه بيدي مش طريقه شغلي دي. طب سيبها تكمل ونفهم منها عايزه ايه. انا ببصم وان صبر القاتل عن مقتول كان بصم لوحده. طب انا كنت عايز اعرف هتبقى فكره برنامجكم عامله ازاي. هو ايه الفاكتور ده اللي في البرنامج؟ فاكتور؟ فاكتور ايه؟ فاكتور ايه يا زيزه؟ انت قلت لي كده. انا ايوه يا استاذ. قصدها البروديوسر. وانتي؟ ايوه البروديوسر ده اللي في البرنامج، انا عارفه بقى. وانتي مالك انتي بالشخص ده اساسا؟ تعرفيه منين؟ نعم نعم، من حقي اسال وانت تجاوب يا عنيا. ماشي يا حاجه. واحد اسمه هشام عبد الحميد. لا فتحي. ليه فتحي؟ هو كده يا اما مش حابسه. وايش عرفك بفتحي؟ انا ايش عرفني؟ ده انا اعرفه يا اخويا من قبل انت بتتولد، ده كان بياكل في العربيه عندي. بس مش معنى كده ان انا اديله برنامج، انا مش عايز اديله برنامج. يو يلا بينا يا زيزو بيه. يلا يا ظهر يما، يا ظهر يما. تاني؟ والنبي يا اخويا شكلي كده عايز يعمل المساج تاني، واحنا مروحين نعدي على الفندق الاربع فصول ده اعمل المساج هناك، انا مرتاح قوي. يلا يا زيزو. ما انا ما اقدرش اعمل معاها حاجه، هي حره في الكرو اللي معاها. ايوه انا حره في الكرو اللي معايا. مش ذكره برضه يا استاذ اللي بيسوق العربجي؟ براحتكم. يا اختي نفري على طول وعرقه كده هيطق كده طول النهار والليل يزعق وتلاقيك هفق في بيتك. بقول لك يا حاجه انا بحترمك من الصبح مش عايز اغلط فيكي. نعم نعم، وانت تقدر تعمل حاجه غير كده؟ لازم تحترمني. لا يلا يا اخويا اتحرش بيا والنبي نفسي اتحرش بيا. زعلت زوزو. ايه بس اللي بتقوليه يا حاجه ده؟ عيب كده؟ عيب ده ايه؟ بقول لك ايه؟ بلاش والنبي بلاش. خلاص ماشي فتحي فتحي. يلا يا ريس مفيش مشاكل. خلاص يا زيزه الراجل وافق. انت شايف كده؟ تقريبا. يلا ودي بصمه. جن. لا خد انت عشان انا ما بكلموش. نفسي كده شايله منه. متوضيه اصلا. بيقرا وما بيعرفش يقرا، ده زي حالاتي. انت فين؟ وانت مالك؟ طب على فكره بقى انا سامعه صوت عزيزه وشريف وانت في القناه. ها؟ ايوه انا وشريف وعزيزه موجودين في القناه وعزيزه وقعت العقد. مفيش حاجه وقعت يا استاذ، ما هو قدامها اهو. يا حاجه ارحمي امي مش كده؟ وانا مالي بقى ومال امك؟ هي جايه توقع معانا؟ دي هتطلع على شريف القديم والجديد. هتطلع؟ طلعت خلاص وحياتك. طب بقول لك ايه؟ همن عليك بقى النهارده وعزمك على العشاء. فين؟ يعني عندي في البيت. لا 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 انا راجل محترم. عيب. على فكره انا عازماك على عشاء وبس، مش عازماك على حاجه تانيه. هتطبخي ايه؟ هو ايه اللي هطبخ ايه؟ اللي هطبخه هتاكله اي حاجه. قله ادب وقله ذوق كمان. مش جاي.
ماشي. بعد اذنك لو سمحت، لو اتكرمت يا استاذ حمزه، من فضلك تيجي وتشرفني عشان عزمك النهارده على عشاء عندي. هشوف وقت يا بنتي وبرد عليكي. مش لايق عليك خالص الاسلوب النظيف ده. طب يلا غوري احسن كده. ايوه كده ارجع لاصلك عشان تعرف بس ان انت ما تقدرش تستحمل 30 ثانيه تتكلم فيهم عادل. مع امثالك ما اعتقدش، لان ما قعدتش مع امثالك اتعشى قبل كده، ايه القرف ده؟ طب تصدق مفيش عشاء ومفيش اكل ومفيش سلام كمان. باي باي. اجي امتى؟ اتفضل. شكرا. حلو قوي ستايل الفيلا. ميرسي، دي فيلا بابايا. لما يعوزي بيها يا ريت تقولي لي. حاضر. سارة، أنا مراتي مش طبيعية تماما. يعني إيه؟ يعني بتغير بشكل غير طبيعي، بتغير بشكل جنوني، وأنا بتهيألي الموضوع ده اتحول معاها المرض. يعني عندها استعداد تعمل مشاكل في أي حتة مع أي حد، عاملة لي فضايح في المكتب وفي البيت، وأنا شاكك إنها بتراقبني طول الوقت. تخيلي وصلت لكده؟ أنت بتخونها؟ لا طبعا، بس الموضوع بالنسبة لي كان عادي في الأول، أنا قلت ده بيحصل بين أي اتنين متجوزين. بعدين بدأ يزيد يوم بعد يوم لدرجة إن أنا ما بقتش عارف أركز حتى في شغلي، وأنا شغلي أهم حاجة عندي بعد هدى والولاد. بص، عادة الستات بتعمل كده لما تكون فاضية، حاول تشغلها شوية. أيوة بس هدى مش فاضية، هدى عندها الشغل الخاص بيها، عندها شركة متخصصة في فرش القرى السياحية والفنادق، وأنا أحيانا باخد شغل من عندها، يعني مش فاضية خالص. وبعدين هي ست ناجحة جدا في شغلها. غريبة مش كده؟ جدا. طيب انا ممكن اقابلها؟ هترفض تقابلك تحت اي مبرر، انسي. طب انا ايه المطلوب مني؟ انا عايز اعرف اعمل معاها ايه عشان اعرف اعيش معاها. اوكي، يبقى انت هتسيبني اشتغل لوحدي شويه ونتقابل بكره. اكيد طبعا. اوكي خلاص، يبقى نتقابل هنا بكره في نفس الميعاد. اوكي استاذن انا. اتفضل، فرصه سعيده. انا اسف. السلام عليكم. انا عزيزه، عارفيني؟ شفتوني انت وهي قبل كده. ان شاء الله هعمل لكم برنامج اسمه مطعم عزيزه، كل الاكلات الموحوحه اللي انتم بتحبوها هعملها لكم، وكل اصحاب المطاعم هستضيفهم كل يوم في كل حلقه، وهعمل لكم كل الاكلات الشعبيه. مع عزيزه هتاكل اكله لذيذه وبس. الله، حلويات، الحلاوه دي قمر. ان شاء الله يخليك. ايه ده، ايه ده، مالك؟ خد بإيدي فتيحة. فتيحة دي مش هنا، هنا فتحي عشان احنا في الاستوديو. يا اخويا انت تقول اني عايز اتهزر معاك. تعالى تعالى. ما تقولش، جبت لي سندوتشين الكبدة والفلفل الأخضر. هظبطك ما تقلقش. اه يما. قنبلة عزيزة دي. الله، أفندم. جوزي كان عندك بيعمل إيه؟ جوزك مين حضرتك؟ أكيد حضرتك غلطانة. بس كل الفيلل اللي حواليكي قالوا لي إن أنتي الوحيدة اللي عايشة لوحدك. وده معناه يعني إن هو جاري؟ إيه اللي حضرتك بتقولي ده؟ يعني أنتي ما تعرفيش حد اسمه عادل عبد الله؟ لا. أوكي، هنشوف. باي. من 25 سنة اتعزمت على عشاء عند أخت فاضلة، بعد العشاء كانت ليلة عنب. يا قمر انت. لا مش من أولها كده. شوفي، أنا واخد عهد على نفسي إن أنا ما غلطش فيكي في بيتك. لا كتر خيرك يا حمزة. حمزة يا واطية. أنت لسه مش بتقول أخد عهد على نفسي مش هشتمك من أولها كده يا واطية. ما تضايقنيش وأنا ما اشتمش. شوفي بقى، أنا جايب لك مفاجأة. هنا هنا. حاضر حاضر. هو بالظبط مقاسك. إزازة واين. أعوذ بالله.
انا كنت ناوي اعمل لك دلوقتي كوبايتين سحلب بعد الاكل. سحلب؟ بس بما ان سعاده السفير جاي النهارده يشرب معايا كاس واين فاكيد ده شرف ليه. اكيد شرف ليك. ابو سيدي وشه وضهر. طبعا. يلا نلبس الخواتم تاني. اقول لك حاجه؟ قول. لما تحبي تعرفي ثقافة شخص ما ثقافته تشم ريحة بيته وقبل ما تطول لسانك. أنا أقصد ريحة البيت الأصلي مش اللي رشش معطر، لأن أنا بعرف أفرق كويس قوي ما بين الريحة دي ودي. تعرفيه ثقافيا واجتماعيا من ريحة بيته. تمام أوكي. طبعا انت ما تفهميش في الكلام ده خالص. اعلمك حاجه تانيه؟ ايه بقى؟ انت تعرفي الشخص من حمامه. انت ناوي تروح الحمام بتاعي؟ لا. الحمد لله. مش جاي حمامي انا لوحدي. تعرفي الشخص من الحمام بتاعه؟ تعرفيه متربي ولا لا؟ منظم ولا لا؟ مرتب ولا لا؟ ابن ناس ولا لا؟ من حمامه. طب بالنسبه بقى للكشف الطبي والفحص اللي انت عملته ده النتيجه طلعت ايه؟ شوف انا ما شفتش حمامك بس اقدر اقول ان انت بنت ناس. بحسب طول عمري طول عمري صدقني. لا بتفهم. ازغرت ازغرت الحمد لله. انت تعرفي انا عارف ان انت بنت ناس من امتى؟ من امتى؟ هتستغربي قوي. من اول مره شفتك فيها لما كنت قاعدة على السلم. واضح ان انا كنت بنت ناس قوي. انت بتتريق. لا ما بتريقش. رغم انك كنت شرشوحة يومها بس برضه ولاد الناس لما يحاولوا يشرشحوا ايوه اليوم طريقة. عارفة ممكن واحدة بنت ناس جدا ماشية بالعربية وحد يخبطها مثلا او يلمس عربيتها ولا حاجة بتنزل ممكن تعمل عمل درامي فظيع بس بيبان انها بنت ناس. واخدة بالي؟ زي عن يا ابن الذين. لا لعيب يا ابن الذين. لا لعيب. هو انا كنت قلت لك ان انت بنت ناس من شويه؟ اه طبعا. انا اسف. ليه؟ ما ارتحتش. لا بنت ناس ماشيه بنت ناس بس عندك حق وانت ذكي جدا وبتفهم جدا. قولي بقى بتحب البيكاتا؟ جدا. بالمشروم؟ جدا جدا جدا. تبقى محظوظ النهارده. ايه ده؟ دي صدفه ولا حد قال لي؟ احساس كده عارف الهاجز طلع لي. هاجز؟ هاجز اه بالانجليزي. قلب الام. فينك يا عزيزه؟ كان زمانها دلوقتي عامله لي طاجن عكاوي ولحمه راس ترم عظمي. شبكاته. اصلا انت فكرتني يا عزيزه عملت ايه في البرنامج بتاعك؟ كله تمام. ايه؟ خلصت فكره البرنامج. صحيح شريف بيقول لك انك هتشرفي على البرنامج ده. ليه هو مش هشام عبد الحميد هو اللي بيشرف على برنامج الطبخ اصلا؟ لا هو قال انك هتشرفي على البرنامج بتاعي وبرنامج عزيزه وهشام عبد الحميد هيمسك برنامج فوزيه وجمالات. جمالات برضو؟ طبعا. طب بقول لك ايه بقى؟ ما تيجي بقى واحنا قاعدين كده بناكل نفكر في الشغل ونشوف هنعمل ايه يعني في البرنامج يعني وانت عارف الاكل كده بينشط الخلايا. اسف. ليه؟ انا جاي اكل بيكاتا بالمشروب واشرب واين واغور. مش ما تيجي ايه ده؟ ايه ده؟ قاعد باكل مع بتاع فول اللي ناكل ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ماشي بس مش انا اللي فتحت اصلا موضوع الشغل، انت اللي جبت سيره من الاول عزيزه ففتحنا موضوع الشغل. فتحت امتى موضوع الشغل؟ خليكي محدده. امتى ان شاء الله؟ قبل ما اقول يلا ناكل. طب ما احنا لسه ما اكلناش. ما عايز اطفح. اتفضل. وبعدين انت بالذات ما ينفعش نتكلم واحنا بناكل. ليه بقى؟ لانك بتفتفي وانت بتاكلي. لا انا ما بتفتفش وانا باكل. لا بتفتفي. لا عمرها ما حصل ان انا تفتفت وانا باكل. لا بتفتفي. طب استنى اوريك دلوقتي اوريك هنجرب نعمل تيست هتفتفي. طب خلاص اتفضل يلا كول يا اما هقوم وامشي واسيبك. غوري. لا اقعدي.
لا كنت هاكل. جيت لك وسألتك عليه وقلتيلي معرفوش ولا عمري شفته، وخليتي منظري زفت قدام كل الناس اللي حواليكي وخصوصا باباكي ومامتك. بس أنا عارفة إن هو جالك النهاردة وقعد معاكي يا حرام. أيوة بس حضرتك لازم تفهمي إن لازم إيه؟ أنا بس عايزة أعرفك اللي يضحك على هدى الشربيني يحصل له إيه يا حلوة. إيه ده؟ في إيه؟ انتوا عايزين ايه؟ ايه؟ بس تسلم ايديكي، شاطره قوي، الاكل حلو جدا. طبعا تسلم ايدي. لو قولي لي انت ما اتجوزتيش ليه لغايه دلوقتي؟ قول الحمد لله ان انا اتطلقت. بتهزري؟ بجد؟ انت ما قلتليش الموضوع ده قبل كده خالص. اقول لك ليه؟ انا اصلا ما بقولش لحد، حتى اصحابي ما يعرفوش. كانت تجربة سخيفة؟ انت راقي قوي كلاس. تجربة سخيفة؟ هي اسمها مش تجربة مش لطيفة، اسمها تجربة حقيرة، ما يتقالش عليها غير كده. بس على فكرة لو عندك كويس، عارف ليه؟ عشان عطشني وقلتلك. سيبك من الواين واحكيلي. انت ليه بقيت حشري وبتسأل في كل حاجة؟ الحشرية دي من عشر الأم. عايز أعرف. عايز تعرف. أحكي لك. حاضر. بس هنوقف بعديها وين عشان مش ضامنة أحكي لك بعد كده إيه. بص يا سيدي، زمان في الأول خالص أول ما دخلت الميديا كنت باخد تريننج مع مخرج مشهور، يعني تدريب. تريننج يعني تدريب. أه كملت تعليمي عارف. برافو. ف كنت هبلة قوي، كنت لسه صغيرة بقى ومش فاهمة، ما اعرفش اقيم الناس يمكن. اه ده من منطلق ان انت دلوقتي لما كبرتي بتعرفي تقيم الناس. الواين هايل. فعلا مش عارفة اقيمك لغاية دلوقتي. رحت معايا بقى كنا بنعمل تغطية لموضوع كده في بورسعيد، حبيبتي بورسعيد. كنت لسه قلبي طاير كده، اعترفلي بحبه. قررنا فجأة إن احنا نتجوز. كانت جوازة زي الزفت. زي الزفت ازاي؟ أنت عايزني أحكي لك الزفت؟ لا يعني كان بيضربك مثلا؟ ضربني؟ بص أنا عارفة إن احنا في مجتمعنا العربي للأسف في رجالة ممكن تضرب مراتهم. بس ده على حسب ضربها ليه؟ وإمتى؟ وإزاي؟ وفين؟ فين دي مهمة برضه؟ أنا اتضربت ليلة الدخلة وعلى السرير، فهمت؟ أكيد فهمت. المهم يعني صحيت الصبح، لا أنا ما نمتش أصلا ولا نمت.
قعدت مستنيه لغايه ما هو يصحى. طلبت منه الطلاق مرضيش، فتهفيت في نفوخي عملت مجنونه وضربته على السرير. يا ريت في الحمام. استغلت الفرصه وهو موطي كده وطلعت. بس فالحمد لله اتجنن هو كمان فطلقني. من ساعتها بقى قررت انا ما اقولش لحد خالص ان انا اتجوزت وطلقت. انت عارف طبعا برضو في مجتمعنا العربي اي واحده مطلقه بتبقى زي ما تقول كده حاجه مش كويسه، عيب ما يصحش. بس ما قلتش لحد خالص، ما بتكلمش في الموضوع، ما بحكوش. كويس. طيب ليه ما قلتيش لاصحابك؟ لا انا ما قصدتش ان ما اقولش على فكره، بس هي كده زي ما تقول حاجه اوتوماتيكلي حصلت معايا، لان كل ما حد يسالني اقول له لا، وده كان قراري فما قلت لهمش، بس ما قصدتش. يا بنتي ليه؟ وكدبت عليا انا شخصيا ده كله؟ على فكره ايه الكذب ده سمه فينا، وبعدين مش انا وحدي بس اللي بكتب، ما انت كدبت برضو عليا. انا كدبت عليكي في ايه؟ كدبت؟ اقول لك؟ عشان تعرف بس ان انا كنت غبيه وبقيت ذكيه. مش تزعل، مش هتشتم. احاول. الله يرحمها بقى، كانت احلى منك واطول منك واذكى منك. يعني لا في جواز ولا في مرحومه. بصي، هو انا بفضل يعني. بيعجبني الدبلوماسيه في الرد. اتفضل اتفضل اتفضل. ان اخلي حاجات شخصية ليه؟ أنا موافقة إن أنت يكون عندك في حاجات بتحتفظ بيها لنفسك، ده عادي. ممكن تقول أحتفظ بيها لنفسي، مش عايزة أرد. لكن دبلوماسي ويكتب، أهو ده اللي عيب، عيب. بخبي. لما أتزنق بألف. إيه ده؟ صرصورة حبيبتي صاحبتي، استنى. لا طبعًا. طبعًا. البنت دي هتقعد بقى ترغي، استنى. الو الو، ايه بتقولي ايه؟ يا نهار ابيض، ساره يا نهار اسود، دم. ايه من فضلك، انا ما بحبش كده. ساره اهدي واسكتي شويه. ساره اهدي من فضلك، خلينا نفكر. ساره يا ساره، مين عملك كده يا ساره؟ على فكرة يا عايشة مش ميت عشان تهبلي كده. نهدي شوية. معاكي بيرفيوم؟ أنا معايا. حبيبتي يا سارة. يا حبيبتي يا سارة. مين عمل فيكي كده؟ حبيبتي يا سارة. سارة حبيبتي. اللي حصل أكيلي. مين يا حبيبتي اللي ضربوكي؟ مين؟ مين؟ أي احنا جايين نتكلم، اهدي شوية. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لسه هتكلم. اوعي اتحركي، انا هكون مكسورة. حاضر. ازيكم يا بنات؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مبروك. الله يبارك فيكي. خطوة مش سهلة. بصي، هو تسيبي توكلك على ربنا هتلاقي كل حاجه بتيجي سهله. عن اقتناع بقى ولا جوزك؟ ايه الحكايه؟ كل الناس بتسالني السؤال ده. لان تلات ارباع اللي بيتحجبوا بعد الجواز بيكون عشان خاطر الراجل. ليه ان شاء الله؟ هو انا متجوزه امبارح؟ ده انا بقالي سنتين بكافح. ربنا معاكي ويثبتك. ادعولي عن اذنكم. ازيك؟ اهلا. ازيك؟ يلا عشان معانا شغل كتير. دي طلبيه المفروض نخلصها، وكمان هناخد عربيه منها. وريني يا ستي. انا مش هعمل الشغل ده. ليه؟ من غير ليه؟
ايوه بس عايزه اعرف علشان اقتنع. الناس اللي طالبه الشغل ده انا عارفاهم كويس قوي، وعارفه الاكسسوارز بتاعتي هتستخدم في حاجات مش تمام. انت اكيد بتهزري صح؟ بتكلم بجد؟ بتكلم بجد. يعني كل الزباين بتوع الجاليريز؟ لو سمحتي من فضلك ما تركبنيش ذنوب وما تخلينيش اتكلم في اعراض الناس. يا سلام، هو مصنع العربيه، الراجل صاحب مصنع العربيه لما بيجي يبيع العربيه لحد بيبقى عارف اذا كان هيستخدمها في الدعاره مثلا ولا هيستخدمها في حاجه حلوه. انتي كمان هو ماله، هو بيبيع العربيه وخلاص، وكمان انتي مالك؟ مين اللي هيلبس شغلك؟ اذا كان الكلام ده ما يهمكيش فيهمني انا. انا ما عنديش استعداد اني اغضب ربنا. ده بمناسبه الحجاب يعني ولا ايه؟ من فضلك اتكلمي كويس. انا بتكلم كويس؟ لا، وكل اللي انا بقوله ده ليه علاقه بشغلي، وانا مش عايز ازعل ربنا وعايزاه يبارك لي في رزقي. انا اعرف ان ربنا بيبارك في الرزق لما الواحد بيقوم بشغله كويس، ملوش دعوه بقى هيعمل بيه ايه. كمان ربنا بيحاسب الناس التانية، احنا ما بنصنعش خمرة. ده اللي انا اعرفه عن ربنا. انت تعرفي حاجة عن ربنا؟ طب بأمرة ايه؟ بلاش انت. بأمرة ان انا انك خدتيني ورحت عملت عملية عشان خاطر ربنا يسترها عليا، ولا ايه رأيك؟ ردي عليا. انت بتقصدي ايه؟ انا ما اقصدش كده ابدا. مش انت اختي الكبيره؟ انا مش جايه هنا تاني. زينب، زينب. هاي. هاي، ازيك يا خالد؟ شفت عربيتك بره قلت اكيد رجعتي من السفر. سفر ايه؟ وانت مش كنتي مسافره ولا ايه؟ ازيك يا هديل، عامله ايه؟ انا كويسه. طب الظاهر انا جيت في وقت مش مناسب، هبقى اكلمك في التليفون. اوكي، باي. ردي يا زينب. انا فين؟ في المستشفى يا حبيبتي. يا ماما، ظهري وايدي بيوجعوني قوي. حبيبتي الحمد لله على سلامتك. الحمد لله انها جت على قد كده. الدكاتره طمنوني، قالوا لي انها كلها كام يوم وتبقي زي الفل. ايوه حمزه، قالوا لي ان في ناس طلعوا ضربوكي في البيت. مين دول؟ معرفش. تعرفيش ازاي؟ البيت ما فيهوش اي حاجه مسروقه. انت عملتي حاجه؟ والله العظيم يا ماما ما عملت حاجة. خلاص يا ضنك بقى، انت عارفة تعبانة، سيبيها دلوقتي. المهم ألف الحمد لله على سلامتها هي. مش هتطمن عليها؟ معلش معلش، مش دلوقتي. أنا بصراحة لو أعرف إن أنت ما عندكيش حل الكلام ده كنت بصراحة حتى قررتك لغاية ما أعرف مين ولاد الكلب اللي عاملوا فيكي كده. إيه؟ أنا وشي مش ألفت قوي. لا يا حبيبتي خالص، قمر كدابة. أنا كدابة؟ أنا بكذب؟ أنا كدبت عليكي قبل كده؟ بعرفك وأنت بتكذبي، أنا وشي مش هلفظ، ما أعرف. هي إيه اسمها إيه؟ شطحات، سجامات، يعني حاجات كده. سجحات، كلامات، تزوقات كده. تزوقات دول. حاطط لك رجاجو أحمر أهو، ده أنت خدودك وردت على الضرب. بس شقت أضحك. ممكن تصوريني؟ بذمتك في حد في الدنيا يتصور ويسيب ذكرى مسيئه لشكله في وقت زي دوت بالمنظر ده؟ انا صوريني بقى، انا مش هشوفها بس صوريني. لا بلاش صوريني، بطلي ليه؟ خلي الصور معاكي بس، صوريني صوريني. هنزلها في الجراد وافضحك. معلش يا طنط، مستقبلها هيضيع. مفيش جواز ومفيش عريس. لا، 100 عريس و100 جواز كمان بالمنظر ده؟ طبعا دي قمر. ما اظنش. شلفة هعملها لك فوتوشوب واشيل لك التشوهات ديت. ميرسي. يلا يا ستي وريني وشك كده. يا
لا يا حبيبتي قمر ما تقوليش كده. مش هنفوت قوي. لا يا حبيبتي. لا يا حبيبتي. قمر قمر السنين مش عايزه اشوفه. خليه معاكي. مش عارفه طنط ايه حكايه الام بجد بتشوف عيالها حلوين في عيالها. القرد في عينهم. قوليها قوليها. انا عارفه مش القرد ده في مثل تاني بيقولوا خنفسه خنفسه تشوف ولادها على الحيط تقول يا لولي ومضوم في خيط. انا لا يا روحي لا. ده اللولي الاسود صح؟ لا اللولي القمر. كان نفسي اشوف اللولي الاسود بس ضحكوني. اضحكي يا حبيبتي بقى اضحكي. خلي الصورة دي معاكي. انت فكرك هدالك؟ اخد عليها فلوس يا ماما. انت اتجننت؟ ايوه اتجننت. ايوه اتجننت. اللي شفتي كان ايوه اتجننت. ايوه اتجننت. اتجننت. ايه الهباب اللي انت بتحببه ده؟ انت مبلبع يا حشاش انت عشان تعمل كده؟ حشاش؟ ارحمي امي ارحمي امي ارحمي امي. يا اخي ارحم انت امي. مش هرحم امك مش هرحم امك مش هرحم امك مش على بيا عين العنب 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 اوعى على بيا عين العنب. اخرب بيتك يا امجد الزفت. ايه اللي انت بتحببه ده؟